الأمر الآخر اللي نتمنى أن يطوى هذا الملف ويغلق نهائيا، وهو ملف الجوازات المزورة والجنائز المزورة، ويجب أن يكون هناك أيضا حلول موجودة لدي وزارة الداخلية ولدي الجهاز المركزي في إنهاء هذه القضية العالقة التي استمرت ما يقارب 15 سنة، وأصحابها يعانون الأمرين من هذا التعليق الغير إنساني الذي يضر فيهم وفي أبنائهم وفي أسرهم. ولا شك أن هذه مسألة يجب أن تنتهي، ونتمنى أن يكون يوم الخميس آخر موعد لمعاناة الإخوة في تلك أصحاب الجوازات المزورة والجنائز، والتي حصلوا على شهادات أصلا من السفارات تفيد بأن هذه الجوازات مزورة وأن هذه الدول لا تعترف بهم. هذه ليست المحطة الأولى يفترض من في لجنة حقوق الإنسان، لذلك نتمنى أن نطوي هذه الملفات للبدء في ملفات أخرى، منها البطاقات أيضا التي لا تصرف بحجة أو بأخرى، لا تصرف لدون، أصبح عندنا هناك أناس حتى يحملون إحصاء 65 وبعضهم متقاعدين وغير ذلك، إلا أنهم لا يحملون بطاقات للجهاز المركزي، مما أضر فيهم وأضر في أبنائهم وفي أسرهم وحتى في علاجهم وفي سفرهم وفي غير ذلك من المعاناة التي يعانون فيها. أنا أرجو من الإخوة في وزارة الداخلية وفي الجهاز المركزي أن يتعاونون من لجنة حقوق الإنسان لإنهاء هذه الملفات الإنسانية العالقة التي حتى تسيء لسمعة الكويت في هذا الجانب المهم والخطير في حقوق الإنسان.